أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أرض الخير والتي نقدمها لكم من داخل مدينة أسوان. مهندسة زراعية هدى سالم أحمد، ماجستير في الميكروبيولوجيا الزراعية. النهاردة هتكلم معاكم عن سوسة النخيل وأضرارها على محصول النخيل في مصر وأسوان. بداية طبعا احنا عارفين انه محصول النخيل من المحاصيل الهامة والشعبية بالنسبة لأسوان، خاصة لأنه هو يعتبر المحصول رقم واحد بالنسبة لمحافظة أسوان، وده طبعا لأنه غير مكلف وإمكانياته متاحة بالنسبة للمزارعين، ده غير طبعا القيمة الغذائية العالية للتمرة نفسها. فعشان كده احنا بنحاول نقاوم اللي هي سوسة النخيل اللي بتشكل ضرر كبير على محصول النخيل وبتهدد المحصول، وهي تعتبر من أخطر أنواع الأفات اللي بتصيب نخيل البلح. فعشان كده أول حاجة إحنا هنتكلم عن إيه تعريف الحشرة بالنسبة لباقي الحشرات. هي حشرة سوسة النخيل من اللي هي حشرة اللي بتصيب من الحشرات اللي بتصيب النخيل، أو من أخطر الحشرات اللي بتصيب النخيل. سوسة النخيل هي سوسة لونها أحمر أو برتقالي مائل للإحمرار، بسميت بالاسم ده لأنها بتصيب كافة أنواع النخيل زي نخيل جوز الهند، نخيل الزيت، وبس يعني متمكنة بزيادة فيه أو بتفضل نخيل البلح، وده طبعا لأن لملائمة أنسجة النخلة لحياة الحشرة، وبرضو التغذية بتاعت الحشرة بتتغذى على الأنسجة بتاعت النخلة. حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي، حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي، بشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحاريها، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحاريها وبتبني مصانع يا ولدي تبنيها وتسعد اهاليها. حياة الحشرة، الحشرة الكاملة طبعا بتكون لونها برتقالي مائل للإحمرار. الأنثى بتاعت سوسة النخيل بتحط البيض، أو بتحط حوالي 300 بيضة في المتوسط في الجروح الناتجة من عمليات الخدمة الزراعية اللي بنعملها للنخلة، زي التقليم، زي نقل الفسائل.
لما بتحط النخل، لما بتحط سوسة النخيل البيض بيكون مغلف بمادة لاصقة، وبعد 3 إلى 5 أيام بيفقس البيض إلى يرقات، واليرقة دي تعتبر الطور الضار أو أخطر طور في يعني حياة الحشرة بالنسبة للنخيل البلح. بتبدأ بقى اليرقة بتعمل، كل يرقة من اليرقات اللي فقست معانا بتعمل نفق ليها في النخيل أو في شجرة النخيل لحد ما توصل للقمة النامية، ولو اليرقة وصلت للقمة النامية خلاص كده تعتبر حياة النخلة يعني ماتت يعني، أو تبقى موت مؤكد للنخلة. طيب بعدين بتتحول إلى عذراء، العذراء دي فيها بتكون في شرنقة برميلية بتصنعها من ليف النخلة. بعدين بتتحول إلى حشرة كاملة ذكور وإناث، وبيحصل التزاوج، وبعدين بتبدأ حياة دورة الحياة بتتعاد من أول وجديد. عايزك تكبر في عناية وتوفي النذر اللي عليا، أنا عايزك تكبر في عناية وتوفي النذر اللي عليا، أشوفك يا ابني للمجد سابقني، أشوفك يا ابني للمجد سابقني، ومع الأحرار عمال تبني وبعمل أسرار فرص بلدي، أنا عايزك تكبر يا ولدي. اتكلمنا على دورة حياة الحشرة، هنتكلم عن أعراض الإصابة. احنا بنسمع صوت تغذية اليرقات في جذع النخلة، ده من أعراض الإصابة بسوسة النخيل. من أعراض الإصابة الثانية برضو موت القمة النامية، وده طبعا خلاص بتكون اتمكنت الإصابة من النخلة. موت السعف، ولو شلنا بعض السعف هنلاقي احد اطوار الحشرة جوه النخلة دي. يعني موت الفسائل اللي هي حوالين جذع النخلة، ولدرجة ان احنا لو شلنا الفسيلة او شدينا الفسيلة هتطلع معانا بسهولة. برضو لو حصل رياح او كده هنلاقي النخلة حصل موت ليها وبسهولة يعني، او بسبب هبوب الرياح، وده كله من أعراض الإصابة بسوسة النخيل، وده كله بيوضح الخطر الكبير أو الفادح لسوسة نخيل البلح. طيب إيه الوقاية للسوسة دي؟ إيه نعمل عشان نحفظ النخيل أو نتجنب الإصابة بسوسة النخيل؟ طبعا احنا قلنا انه الانثى بتنجذب للجروح الناتجة من عملية التقليم، من عملية نقل الفسائل، من اي جروح ناتجة من قرد الفئران او كده. فاحنا
بعد أي عملية من عمليات الخدمة الزراعية للنخلة لازم نعفر بالكبريت، لازم نعفر بأحد المطهرات الفطرية بحيث ما نعملش أو نتجنب اللي هي إن أنثى سوس النخيل تحط البيض بتاعها. برضو النظافة المستمرة لبساتين النخيل، مراقبة النخيل باستمرار بحيث إنه إحنا نكتشف الإصابة مبكرا، عشان لو اكتشفنا الإصابة مبكرا بيكون العلاج أو بيكون العلاج أسهل من لما الإصابة تمكنت من نخيل البلح. وزي ما قلنا احنا لازم نراقب النخلة بتاعتنا ونهتم بيها، والتغذية السليمة طبعا اهم حاجة، زي البني ادم لازم التغذية السليمة. الانسان اللي متغذي تغذية صحيحة وسليمة بيكون مقاوم للامراض اكتر من الانسان اللي هو مش متغذي. نفس الكلام النخلة اللي المتغذية تغذية سليمة بتكون مقاومة للحشرات ومقاومة للامراض اكتر من اللي هي النخلة اللي مش مهتمين بيها. عندنا خلاص اتصابت النخلة وعندنا سوسة النخيل خلاص ظهرت معانا، العلاج في كذا طريقة للعلاج. اشهر طريقة بنستخدمها للعلاج اللي هي سوس، اللي هي بنستخدمه يعني حبوب التبخير بنستخدم او اقراص الفستوكسين. دي اشهر طريقة. بنعمل ايه؟ بنجيب من واحد او اثنين او ثلاثة قرص تبخير او اللي هي حبة التبخير، وبنحطها فوق الاصابة او بننظف مكان الاصابة كويس جدا وبنحط فيه الاقراص دي. طبعا بعد ما ننظف كويس جدا ونحط ليفة او جريدة او كده ونقفل كويس بالطين او الاسمنت. ليه بنقفل كويس؟ عشان الحبوب التبخير دي يعني غاز فبتتبخر معانا، فاحنا لازم نكون نقفل كويس بحيث الحبوب تتبخر ومنفتحش عليها قبل اسبوعين، بحيث الشجرة يعني تاخد كفايتها من حبة التبخير دي. في طرق تانية زي استخدام المبيد، في مبيدات بنستخدمها برضو في مقاومة سوسة النخيل، زي المبيد اللي بيحتوي على او المادة الفعالة فيه بتكون اللي هي كلوروبروفيس، زي كلوروزان، زي البستبان وغيرها يعني من المبيدات. اهم حاجة المادة الفعالة تكون فيه اللي هي كلوروبروفيس. طيب بنعمل ايه؟ بنجيب 3 سنتي من المبيد بنسحبه بسرنجة كده، ونجيب جركن بيشيل حوالي 20 لتر مية، وبنحط فيه 3 سنتي مبيد لكل لتر مية، بنحط 3 سنتي، وبنجيب الجركن ده بنعلقه في النخلة المصابة وبننزل منه خيط محلول، زي اللي هو الخيط المحلول العادي اللي بنجيبه من الصيدلية، بننزل منه على في ثقب. الثقب ده بيكون احنا عاملينه فوق ثقب الإصابة بحوالي 20 سنتيمتر، وبنحطه في النخلة في الثقب ده،
ونفتح اللي هو الجيركن بحيث نقط نقطة نقطة بكل أريحية في الثقب ده، ونسيبه لحد ما تتشرب النخلة كل المبيد بكل أريحية. دي أحد اللي هو الأساليب اللي بنستخدمها وأحد الطرق اللي بنستخدمها لمقاومة سوسة النخيل. احنا برضو بنعمل ندوات توعية و للمزارعين بحيث نحاول اللي هو نساعد على المقاومة او نساعد على مقاومة سوسة النخيل اللي هي بتهدد خطر او بتشكل خطر كبير على محصول النخيل في محافظة اسوان، لان عارفين احنا محصول النخيل هو المحصول رقم واحد في المحافظة. فانا طبعا بنصح المزارعين معايا انه يهتموا بحضور الندوات اللي هي بنعملها دي، الندوات التوعية، سواء كل الاستشاريين الزراعيين بيعملوها بحيث نقدر نقاوم السوسة دي او نقدر نتخلص من سوسة النخيل بشكل عام في المحافظة وفي مصر عموما. يعني طبعا بنصح اللي هو المزارعين بنصح المزارعين انهم يتابعوا مع الجمعيات الزراعية، يتابعوا مع مراكز البحوث بحيث يعني يكونوا حريصين على الحضور الندوات الزراعية. احنا بننزل بالمتابعة مع الجمعيات الزراعية، بننزل الأرض بنشوف يعني الإصابة عند المزارع، بنرشده بإزاي يعني يقاوم السوسة دي خطوة بخطوة طبعا. فعشان كده أنا بنصحهم بحضور الندوات اللي إحنا بنعملها بالتعاون مع الجمعيات الزراعية والمشاريع برضو مشاريع التنمية. أعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا معكم لنهاية هذه الحلقة. شكرا وإلى اللقاء وحلقة جديدة من أرض الخير.